السميغ هو الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي اللي الحال الآن كيتقدر 3440 درهم إلى الأجير خدم 191 ساعة في الشهر، لأن السميغ كيتخلص أورير الساعة 10% باش هزيناه، كتبان 10% خمسة على دفعتين كتبان قليلة، ولكن لا ننسى واحد العامل ولا واحد العاملة بسيطة في قطاع النسيج أو في قطاع التصبير راه بالنسبة لها إلا زدنا لها 300 درهم في الشهر في السميك راه شي حاجة كبيرة، باش تقدع على الأقل واحد 10 أيام ديال المواد الأساسية. فهذه كانت من المطالب ديالنا، وقد سبق لي في تصريح سابق أن أعلنت بأن الهدف ديال الاتحاد المغربي للشغل باش نوصلوا السميك إلى 5000 درهم في الشهر، فقامت الدنيا وقعدت من طرف أرباب العمل، بل إن الرئيس خرج في تصريح صباح صحفي يقول ما يقول أن السميك في المغرب هو أعلى نسبة في إفريقيا، وإحنا ما لنا مال إفريقيا، راه المغرب هذا. ثم أرباب المقاولات الصغرى أصدروا بيانا، ولكن بقيت صامدا وبحول الله وقوته غادي نوصلوا ل 5000 درهم. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.